في 25 من أيلول 2015 وخلال قمة تاريخية للأمم المتحدة، اعتمد قادة العالم خطة التنمية المستدامة للعام 2030، ووعدوا بالعمل على تأمين عالم أكثر استدامة من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض يكون شاملاً للجميع وقادراً على الصمود. وفي الأول من كانون الثاني 2016 بدأ العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تحدد توقعات مرتفعة للبلدان كافة في مواجهة التحديات العالمية، وهذه الأهداف التي يبلغ عددها 17 هي: القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. لبنان أحد الدول المعنية مباشرة بخطة التنمية المستدامة، ولهذه الغاية أنشأ لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة تضم المديرين العامين للإدارات العامة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي 18 من تموز 2018 توجهت اللجنة إلى نيويورك بتكليف من الرئيس سعد الحريري وبرئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني، الذي عرض التقرير الوطني الطوعي الأول عن أهداف التنمية المستدامة، حيث أظهر مدى تقدم لبنان في تطبيق الخطة بعدما حقق 7 أهداف على الأقل من الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وشؤون المرأة والفقر وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأكيداً على أهمية هذه الخطة بالنسبة للبنان، استضاف السراي الحكومي في تشرين الأول 2018 منتدى التنمية المستدامة المستقلة لأصحاب الشركات المتعددة لعام 2018. وخلال المنتدى أكد الرئيس سعد الحريري التزام لبنان التام بجدول أعمال 2030 وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة القوية مع المعنيين كافة. وللمضي قدماً في تطبيق خطة التنمية المستدامة، يواجه تقدم لبنان عدداً من التحديات التي يجب معالجتها، بما أن هذه الخطة تشكل فرصة لوضع رؤية طموحة ومشتركة تمكن اللبنانيين من العمل معاً من أجل مستقبل أفضل يتسم بقدر كبير من المساواة لأنفسهم وللأجيال المقبلة.